السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن modal verbs. modal verbs الأفعال الناقصة. كثير ما نسمع به modal verbs can, could, will, would, have to, must، وهكذا من الأفعال الناقصة. لدينا سبع ملاحظات يجب أن نضعها في الحسبان عند استخدام هذه الأفعال الناقصة. كثيرا ما تمر لدينا في أثناء الحديث في الكتابة هذه الأفعال الناقصة، لكن بعض المتعلمين ومستخدمين اللغة الإنجليزية يجدون صعوبة أو يقومون بعض الأخطاء في استخدامها. أولا، لماذا سميت أفعال ناقصة؟ سميت أفعال ناقصة لأنها لا تستطيع أن تكون لوحدها في الجملة كفعل رئيسي. يعني لا نستطيع أن نقول he can in the sea، هو يستطيع في البحر. يجب أن يتبعها فعل رئيسي. إذن هذه الجملة he can in the sea، هو يستطيع في البحر. الفعل الناقص أو middle verb هو can، لا يستطيع أن يأتي لوحده في الجملة ويعطي معنى كامل للجملة، لذلك يجب أن نضع بعده فعل رئيسي. مثلا swim، تصبح الجملة he can swim in the sea، هو يستطيع أن يسبح في البحر. الجملة الثانية he should the food، هو يجب الطعام. هل نستطيع أن نقول هذا؟ إذن ليس لدينا معنى كامل في هذه الجملة، نحتاج إلى فعل رئيسي مثل فعل eat. he should eat the food، يجب أن يأكل الطعام. مثلا مثال آخر he must hard، هو يجب بجد. لا نستطيع أن نكتب must لوحدها، نحتاج إلى فعل يعطي معنى للجملة he must study hard، يجب أن يدرس بجد. إذن أسميناها فعل أو أفعال ناقصة لأنها لا تأتي لوحدها في الجملة، تحتاج إلى فعل رئيسي يأتي بعدها. كما قلنا راح نشرح سبع نقاط مهمة عن استخدام وكيفية التعامل مع الأفعال الناقصة هذه. ما هي المودل فيربس أو ما هي الكلمات؟ may، might، can، could، will، shall، would، should، must، have to، ought to. إذن may يمكن، can يستطيع، will shall would should. إذن will shall بمعنى سوف، must have to ought to يجب، should يجب. إذن هذه الأفعال الناقصة في اللغة الإنجليزية كثير ما تمر كما قلنا معنا هذه الكلمات، إذا نسميها modal verbs الأفعال الناقصة. تابع معنا السبع النقاط المهمة عن هذه الأفعال الناقصة. أول ملاحظة يجب التركيز عليها، modal verbs are followed by infinitives without to، يعني يتبع الأفعال الناقصة أو تتبع الأفعال الناقصة بالمصدر أو المصادر بدون to، ما عدا except ought to، ما عدا ought to، ought يأتي بعدها to. إذن الفعل الناقص الوحيد الذي يأتي بعده to، ينبغي أن. إذا لا يأتي بعدها to، مثل هذه الجملة الأولى I can to drive، لا أستطيع أن أقول هذا إذا لا نستخدم بعد أفعال ناقصة to.
فقط اكتب I can drive، أستطيع أن أقود. إذا لا نستخدم to، ما عدا مع ought. You ought to learn how to drive، يعني ينبغي عليك أن تتعلم كيف أن تقود. إذا فقط ought to أو ought يأتي بعدها to، باقي الفعل الناقصة لا يأتي بعدها to. لا نستطيع أن نقول he should to go، he should to go، هذا خطأ. لماذا؟ لأن بعد should هو فعل ناقص، لا نستطيع أن نستخدم بعده to، لذلك الجملة تصبح he should go، يجب أن يذهب. إذن إحنا نعرف أن باللغة الإنجليزية هي to، لكن لا نكتب he should to go، بعد should الأفعال الناقصة لا يأتي بعدها to، نقول he should go، يجب أن يذهب. إذن نترجم أن لكن نحذفها أثناء الكتابة أو الكلام. I can drive بدون to. You ought to learn how to drive. إذن أول ملاحظة، بعد الأفعال الناقصة لا يأتي بعدها to، ما عدا ought ينبغي يأتي بعدها to. الملاحظة الثانية عن الأفعال الناقصة، مدى الـ verbs can also be followed by past infinitives، يمكن أيضا أن تتبع الأفعال الناقصة بالمصادر الماضية، مثل عندنا have والفعل بالتصريف الثالث، يعني مضارع التام. المضارع التام احنا نعرف have أو has والفعل بالتصريف الثالث، لكن بعد الأفعال الناقصة لا نستخدم has، فقط نستخدم have مع كل الضمائر. مثلا إذا كان عندنا هي نعرف هي تأخذ has، إذا وضعنا مدى الفعل فعل ناقص تصبح he may have والفعل بالتصريف الثالث، أيضا he should have، لا نقول he should has gun، إذا هذا خطأ، يجب أن نقول بعد should أو بعد أفعال ناقصة نستخدم have مع كل الضمائر، كان مفرد ولا جمع. إذا تكتب he should have gun or he may have gun، إذا بهذا الشكل. إذا انتبه، بعد may أو أحد أفعال ناقصة نستخدم have والفعل بالتصريف الثالث. الجملة he may have stayed here before، يمكن أنه قد مكث هنا من قبل. إذن هنعرف لو كانت may مو موجودة يجب أن نكتب he has stayed. عندما استخدمنا may فعل ناقص دائما نستخدم بعدها have، إذا نكتب he may have، إذا كانت I نفس الشيء I may have، إذا has لا تستخدم بعد الأفعال الناقصة. She must have forgotten the meeting، يجب أنها قد نسيت الاجتماع. لاحظ must، أيضا she يجب أن نستخدم بعد she has، لكن must فعل ناقص عندئذ نستخدم have. She must have، إذا نستخدم مصدر أفعال الملك، مصدر أفعال الملك ما هو؟ have، دائما بعد الأفعال الناقصة نستخدم have مع كل الضمائر مفرد ولا جمع. إذا انتبه على هذه الملاحظة، بعد الأفعال الناقصة دائما وأبدا دائما وأبدا نستخدم have ولا نستخدم has. الملاحظة الثالثة، the third person singular doesn't take s، يعني الشخص المفرد الثالث لا يأخذ s، s المفرد الغائب. متى هذه؟ بالمضارع البسيط، إذا كان he she it أو اسم مفرد عندئذ الفعل يجب أن نضيف له s أو es، نسميها s المفرد الغائب. اللي يحب يرجع على درس المضارع البسيط يتذكر معنا هذه القاعدة. بعد الأفعال الناقصة لا نستخدم s، يعني الجملة بدون كان تصبح he sings، يجب أن نضع s. عندما استخدمنا الفعل الناقص نحذف ال s. He can sing very well، إذن يستطيع
أن يغني بشكل حسن جدا. She must go to school. إذن يجب أن تذهب. لا نقول she goes, يعني she must goes. إذن بدون الـ is. لو كانت must be موجودة نكتب she goes. وضعنا must نحذف اس المفرد الغائب. إذن القاعدة الثالثة، بعد الأفعال الناقصة لا نستخدم اس المفرد الغائب بعد الفعل. الملاحظة الرابعة، modal verbs don't have ing forms, past forms and passive third forms. يعني ليس لها ing form. لا نستطيع أن نقول can, canning أو بهالشكل هذا double n ing. لا نستطيع أن نقول هذا. أيضا must لا نكتب musting. وليس لها أيضا بالماضي، وليس لها شكل ثالث مثل فعل go, went, gone. شكل الأول يعني مضارع ماضي، وأيضا تصرف الثالث للفعل أو شكل ثالث الفعل. بالنسبة لأفعال ناقصة فقط بيكون عندنا شكل واحد، ليس لها بالماضي أو بالتصريف الثالث، لا نستطيع إضافة لها ing. لا نقول well, welling بهذا الشكل. الملاحظة الخامسة، to form the negative يعني شكل نفي، we use modal verb add not. يعني بعد الفعل الناقص مباشرة أضيف not، لا نحتاج إلى do أو does أو am أو is أو are أو وهكذا كما نعلم أو did. مثلا you must مباشرة أضع بعدها not. You mustn't، ما ننطقها، لا نقول mustn't. You mustn't park here، يجب ألا تقف أو تضع سيارتك هنا. لا نستطيع أن نقول you don't must إذا لا نستخدم don't قبل الفعل الناقص. He shouldn't do that، يجب ألا يقوم بذلك. إذا نضع مباشرة بعد الفعل الناقص not، لا نحتاج إلى فعل مساعد. لا نقول he doesn't، he doesn't should، هذا خطأ. إذا مباشرة بعد الفعل الناقص فقط أضع not. عندنا can تصبح can not، لا نحتاج إلى do و does. ما عدا حالة وحيدة مع have to يجب أن نستخدم don't، doesn't، didn't، على حسب إذا كان بالماضي إذا كان بالمضارع البسيط. فقط مع have to نحتاج don't أو doesn't. إذن هنا لا نستطيع أن نقول he have not to، إذن يجب أن نستخدم doesn't have to. He doesn't have to، لا يتوجب أن ينظف السيارة. الحين نرجع على شرحنا قبل have to و has to، have got to و has got to في فيديو سابق. إذن فقط فعل ناقص وحيد عندنا have to يحتاج إلى don't أو doesn't أو didn't. باقي الأفعال الناقصة إذا أردت أن فيها فقط أضع بعدها not. الملاحظة السادسة، to form questions we use inversion of the model and the subject. لتشكيل سؤال نستخدم قلب الفعل الناقص والفاعل، يعني فقط نضع الفعل الناقص في بداية الجملة. مثل عندنا you could help me تصبح، نضع could في بداية الجملة تصبح could you help me please. إذن تشكيل السؤال فقط نضع الفعل الناقص في بداية الجملة، يعني نقلب بين الفاعل والفعل الناقص، أو نضع الفعل الناقص في بداية الجملة أثناء تشكيل السؤال. الملاحظة السابعة والأخيرة عن الأفعال الناقصة، we never use two modal verbs together، لا نستخدم أبدا فعلين ناقصين معا إذا لا يأتون سوية في نفس الجملة. he must can come، لا نستطيع أن نقول هذا he must can come. ممكن نقول he must come أو he can come، لا نستطيع أن نقول الاثنين، إذا هذا خطأ. نستخدمهم اثنين نفس الجملة. she may must come،
إذا لا نستطيع أن نقول هذا، إذا فقط نستخدم فعل ناقص واحد في الجملة. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تكلم فيه عن مودل فيربس الأفعال الناقصة، أخذنا 7 ملاحظات مهمة جدا في اللغة الإنجليزية لاستخدام الأفعال الناقصة، لأن كما قلنا سابقا تأتي في جميع تقريبا الجمل الإنجليزية ونستخدمها أثناء الكتابة أو أثناء الحديث. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.